أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب الافتخار بالرسول المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمنا في الحلقة السابقة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابنا بارا لوالديه، كما كان والدا وجدا رحيما رؤوفا بأولاده وأحفاده. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتسب من عمل يده، فكان غلاما راعيا للغنم وشابا تاجرا ماهرا، كما كان زوجا وفيا وعادلا بين أزواجه. وكان صلى الله عليه وسلم قائدا بارعا في المعارك، يشاور أصحابه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. واليوم نتكلم عن كمال أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم، عن صفة الرحمة والحياء والجود والكرم والوفاء والصبر والعفو والعدل والتواضع وما إلى ذلك. وكل ذلك يندرج تحت قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، كما جاء في الأثر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فكمال أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم بلغت الذروة والقمة، بل هي قمة كل قمة، فهو الإنسان الكامل والبشر كامل الأوصاف والأخلاق بلا شك، لأنه القدوة الحسنة والأسوة الحسنة والنموذج البشري الكامل في صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. سنتكلم بإيجاز شديد عن أهم وأبرز صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول: وبالله التوفيق. رحمته صلى الله عليه وسلم، كمال رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله تبارك وتعالى، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الجماد والحيوان والنبات، كل العوالم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لهم. سماه الله وصفه باسمين من أسمائه الحسنى، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما سماه باسم آخر فقال: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وفي الحديث الشريف: إنما أنا رحمة مهداة. قد تجلت رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين في أمرهم بالهجرة للحبشة مرتين، ثم إلى المدينة حينما اشتد عليهم العذاب بمكة، فقال لهم شفقة عليهم ورحمة: تفرقوا في الأرض. من رحمته بالمؤمنين أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكانت رحمته بالصبي أنه كان إذا سمع بكاء الصبي في صلاته يتجوز في صلاته، أي يقصر ويسرع فيها وغير ذلك. كما شملت رحمته صلى الله عليه وسلم الكافرين أيضا، فبعد إيذائه من أهل الطائف عندما سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم يلقوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، فلما جاء ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال: لا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. من رحمته بالحيوان أن بعيرا شكى إليه قلة إطعامه وتحميله أكثر من طاقته، فأراد أن يشتريه من صاحبه لسوء معاملته له، فلما علم صاحب البعير بذلك أحسن معاملته بعد ذلك. من رحمته بالنبات أنه كان يخطب ويضع يده على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ليسمعهم
وقف على المنبر في الخطبة وحن الجزع لفراقه، وسمع حنينه أنينه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فنزل النبي فوضع يده عليه فسكن، وبشره أنه سيكون جذعا معه في الجنة. من رحمته بالجماد أن الحصى كان يسبح في كفه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في جبل أحد حينما اهتز والطلب: أحد جبل يحبنا ونحبه. من رحمته بأهل بيته وأزواجه أنه كان يعاونهم في أمور البيت، في الأمور البيتية، فكان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام وكان كأنه لا يعرف أحد. كان يخدم نفسه بنفسه، يقيت ثوبه ويخصف نعله وخلافه. برحمتي بأحفاده صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ابنته فاطمة: ادعي لي ابني الحسن والحسين، ويضمهما إليه ويقبلهما. برحمتي أيضا أن عيناه دمعت لفراق ولده إبراهيم حينما مات صغيرا، وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إني ما إلا ما يرضي ربنا، وإن الفراق يا إبراهيم لمحزونون. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي لهم الحاجة، وكان يزور ضعفاء المسلمين مرضاهم ويشهد جنائزهم، وكان يحسن إلى اليتامى ويبرهم. من رحمته أيضا أنه قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، ولما زار سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وغيره في مرضه، لما رأى سعد بكى فبكى من معه. ومن رحمته أيضا بالحيوان أنه قال: اتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وقال أيضا: دخلت المرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: غفر الله لرجل سقى كلبا بالصحراء كان شديد العطش. ثم نتكلم عن صفة حياء، عن كمال حيائه صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث الشريف: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إننا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. وقال أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال أيضا: الحياء شعبة من الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فمن حيائه صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه عن الرجل شيء يقول: ما بال فلان، لا يقول ما بال فلان، ولكن كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. من حيائه صلى الله عليه وسلم مع القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل فاستحيا أن يقول لهم انصرفوا، حتى نزلت الآية في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلك كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين دون إجابة لدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حيائه أنه إذا أراد الحاجة أبعد، أي قصد مكان بعيد منعزل، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو الأرض. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أن أم من عائشة تقول: ما رأى رسول الله مني ولا رأيت منه قط. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء الحجرات وما رأى أحد نهرته قط. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت بصره في وجه أحد، وأنه كان يكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا ولا متفحشا ولا لعانا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكنه يعفو ويصفح، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم نتكلم عن كمال جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. فالكرم والجود والسخاء هو الإنفاق عن رضا فيما يعظم نفعه وخطره، أو هو بذل المال في سبيل من سبل الله، من سبل الخير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، وبعيد عن الجنة، وقريب من النار. ويقول أيضا: ما من يوم تسرع العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكان جوده في سبيل الله وابتغاء مرضاته، لا للمباهاة ولا لجذب المادحين. فقد روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل وهو سفيان صفوان ابن أمية، أعطاه غنما بين جبلين، قطيع غنم كبير بين جبلين، رجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وفي رواية: من لا يخشى الفقر، ولقد أعطاني وأنه أبغض الناس إلي، فما بلح يعطيني حتى أنه أحب الناس إلي. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه 90,000 درهما وضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منها كلها. وسئل بلال كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما كان له شيء، وكنت أنا الذي أتولى أو المتولي أمر ماله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالى حتى توفي. وكان عليه السلام إذا أتاه إنسان مسلما عاريا يأمرني ولم يكن عنده شيء يأمرني، فأنطلق أستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حتى حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، وكان إنفاقه على الفقراء من المسلمين الذين فقدوا أموالهم في سبيل الله أو عجزوا عن الكسب، وكان في رعاية اليتامى والأيامى، وفي تحرير الأرقاء، وفي حماية الدين ومؤازرة الدعوة، وفي محاربة من يصدون عن سبيل الله وللمؤلفة قلوبهم ليبقوا على الإسلام. ثم نتكلم عن صفة الوفاء وكمال وفائه صلى الله عليه وسلم. فالوفاء خلق رفيع لا يتخلق به إلا من حسنت سيرته وصلحت سريرته. قد دعا إليه وحض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من أروع مظاهر الوفاء بالعهد ما حدث في صلح الحديبية. قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على أشياء، منها أن من أتاه من المشركين رده إليه، ومن أتاه من المسلمين لم يردونه. وفي أثناء كتابة المعاهدة جاء أبو جندل يحمل في قيوده فرده إليهم وفاء بالعهد الذي لم يتم توقيعه بعد. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا. كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها نصف ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له فأجلسه بين يديه. لما جاءت أخته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازن وتعرفت عليه، بسط لها رداءه
فقال: إن أحببت أقمت عندي محترمة محببة. من وفائه أيضا أن السيدة حليمة السعدية مرضعته قدمت عليه بعد زواجه من السيدة خديجة، فاستعانت به على أعمال الدهر، فكلم السيدة خديجة فمنحتها بعيرا وأربعين شاة. ولما وفدت عليه حليمة بعد غزوة حنين ورآها قال مرحبا بأمي، وبسط لها رداءه وأجلسها عليه. وكانت مرضعته ثويبة قبل السيدة حليمة، وكان يواليها بمعروفه مدة إقامته في مكة. فلما هاجر إلى المدينة كان يرسلها الطعام والكسوة، ولم ينساها وفاء لها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. فكان هذا وفاء منه لوالديه. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة أنه لم يتزوج عليها حتى ماتت، وكان دائما يذكرها بالتقدير على ما سمع من السيدة عائشة رضي الله عنها، فتغار منها حتى قالت له مرة: هل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب وقال: لا والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها وجاهها إذ حرمني الناس، فرزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. وكان إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة رضي الله عنها، إنها كانت تحب خديجة، وكان يذبح الشاه يهديها إلى خلائل خديجة وصديقاتها. واستأذنت عليه أخت خديجة فارتاح إليها، ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرج قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن كرم العهد من الدين، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم تكلم عن صفة الصبر وكمال صبره صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكان صبره صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يفوق حد الصابرين، وتحمله لأنواع الأذى من المعاندين له يعلو تحمل العالمين. قد لقي من سفهاء قريش وأشدائهم، وسفهاء الطائف وأشدائهم من الغلظة والسفاهة والجفاء والشدة ما لقي. وقد ورد عنه أنه قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى في الله أحد، ولقد مرت علي 30 يوما وليلة، ومالي وبلال ولبلال، ومالي ولبلال طعاما يأكله ذو كبد إلا شيئا يواري إبط بلاد إبط بلال. فاجتمع أشرافهم في الحجر فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جمعنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا عنه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، كما كان يبالغهم من عيب آلهتهم ودينهم. قال: نعم أنا الذي أقول ذلك. فإذا رجل منهم يأخذ مجمع ردائه صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وقال: أتقتل رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. لما مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة في عام الحزن اشتد عليه المشركون. لما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ حينما كثرت رباعيته وأدمي وجهه، فذكرها بموقف أهل الطائف حينما ذهب إليهم فسلطوا عليه صبيانهم وصفهاءهم، ركنه بالحجارة حتى أدمن قدمي شريفتين، فقال دعاءه المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد، إلى عدو بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بمرجك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت عليه له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل لي سخطك.
وفي رواية: أو يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأنزل الله تعالى عليه ملك الجبال وقال: إن أردت أن أطلق عليهم الأخشبين أهل مكة والطائف الجبلين الكبيرين المحيطين بهما فلا ينجو منهم أحد، ففعل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ثم نتكلم عن زهده صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، ويكفيك في تعريف ذلك أن فقره كان فقر اختيار لا فقر اضطرار، لأنه صلى الله عليه وسلم فتحت عليه الفتوح وجلبت إليه الأموال وهو معرض عنها ومعرض عن الدنيا بكل الإعراض، ينام على الحصير حتى يرى أثره في جنبه الشريف، فإذا قيل له: ألا نبسط تحتك أديل منه؟ يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا مثل راكب صار في يوم صائف فقال تحت شجرة، أي استراح وقت ظهيرة في القيلوة تحت الشجرة، ثم راح وتركها. قد عرض عليه عرض الله عليه بطحاء مكة ذهبا، فقال: لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا شبعت حمدت وشكرت، وإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك. وكان صلى الله عليه وسلم يقنعه اليسير من الدنيا ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رفع رسول الله قط عشاء الغداء ولا غداء العشاء، ولا اتخذ من شيء زوجين ولا قميصين ولا رداءين ولا إزارين ولا من النعال، وما أشبع أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءته فاطمة يوم بكسرة خبز، فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرصا خبزته فلم تطب نفسي حتى أديك بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. قد قبض صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير أخذها، وكان يشد على بطنه الحجر من شدة الجوع. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بطنه في يوم من طعامه، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. فتقول الله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. ويقول سيدنا أنس بن مالك: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله عز وجل، ولا رأى شاة صميتا بعينه حتى لحق بالله عز وجل. والرغيف المرقق هو الملين، والصميت هو الذي أزيل شعره بالماء السخن وشوي بجلده. وما ادخر النبي صلى الله عليه وسلم شأن نفسه، وما جاء أنه ادخر فهذا إنما كان لأهله، وما شبع وأهله 3 أيام تباعا أي متتابعة حتى فارق الدنيا، كما رواه الإمام أحمد المسلم. ثم نتكلم عن صفة عفوه صلى الله عليه وسلم وكمال عفوه صلى الله عليه وسلم. فالعفو عند المقدرة مرآة تتجلى فيها أحسن صور الناس وسمو المقصد. وقد أدب القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق الكريم فقال بقوله: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. فتحقق به الرسول في أقواله وأفعاله، ودعا إليه وحث عليه، ولا أخفى ذلك في معاملته في أهل مكة والطائف وأصحاب الفتنة وزعماء الشرك حينما دخل مكة المكرمة فاتحا منتصرا. فشمل عفوه البلاد والسادة الزعماء الذين أسرفوا في إزائه وإزاء أصحابه وأخرجوه من بلده. فقال لأهل مكة عند الفتح: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومنهم وأمن صفوان بن أمية العدو بن العدو بعدما علم بهروبه عن طريق البحر. ومن كمال عفوه صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت مع النبي وعليه بردا غليظ الحاشية، فجذبه أعرابي من ردائه جذبة شديدة، أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه الشعاتقه الشريف في رقبته يعني،
علمت في رقبته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأعرابي يا محمد احمل علي هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحملني من مالك ولا مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده. ثم قال ويقاد ويقتص منك يا عربي ما فعلت بي. فقال الأعرابي لا. سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال الأعرابي لأنك لا تكافئ بالسيئة لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يحمل له بعير من شعير وآخر من تمر. وفي غزوة بدر فقد صفوان بن أمية بن خلف أباه وأخاه وأسر وهب ولد عمير بن وهب. واتفق صفوان مع ابن عمه عمير في الحجر في البيت الحرام ولم يكن هناك سواهما على اختيار محمد، وأن يقضي صفوان ديون عمير وأن يتولى شأن أولاده من بعده. فتكتم الأمر حتى لا يعرفه أحد. فذهب عمير للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه سيف مسموم أخفاه وأعده، وعمد إلى رسول الله فدخل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقدمك يا عمير؟ قال قدمت على أسيري. فقال له النبي أصدقني يا عمير ما أقدمك؟ قال قدمت لأفدي أسيري. فقال له النبي فماذا اشترطت لصفوان بن أمية في الحكر؟ ففزع عمير وقال ماذا اشترط؟ قال له النبي تحملت لقتلي على أن يقضى ديون أن يقضي ديونك ويرعى شأن أولادك، والله حائل بيني وبينك. فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي هذا الحديث كان أن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر ولم يطلع عليه أحد غيري وغيرك، وهذا من كمال عفوه صلى الله عليه وسلم عمن يريد قتله. هذا وبالله التوفيق، ونستكفل في الحلقة القادمة إن شاء الله بعد الصفات الأخرى كالعدل والزهد والشجاعة وما إلى ذلك. صلى الله وسلم عليك يا سيدي رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.